Personal pronouns. الضمائر أو pronouns هي كلمات تستخدم لتحول محل الاسم أو noun. مثال: Adam is a good student. He usually passes all his exams. Adam طالب جيد، فهو عادة ما ينجح في كل امتحاناته. لاحظنا هنا استخدام الضمير he أي هو الذي يعود على الاسم Adam. وتنقسم الضمائر إلى personal pronouns أو الضمائر الشخصية، possessive pronouns أو الضمائر الملكية، reflexive pronouns أو الضمائر الانعكاسية، relative pronouns أو الضمائر الوصل. وسوف نتعرف على كل أنواع هذه الضمائر. نبدأ بالضمائر الشخصية أو personal pronouns. حينما نتحدث نفترض دائما وجود شخصين، المتكلم أو someone who is speaking والمخاطب أو someone who is spoken to، ونسمي المتكلم بالfirst person ونشير له بالضمائر I في حالة المفرد و we في حالة الجمع. مثال لذلك: I live in New York. أعيش في نيويورك. We play tennis. نلعب التنس. ونسمي المخاطب بال second person ونشير إليه في حالة المفرد والجمع بالضمير you. مثال لذلك: You are a good doctor. أنت طبيب جيد. You skillfully play football. أنتم تلعبون كرة القدم بمهارة. ونسمي ما نتحدث عنه بالthird person أو ضمير الغائب ونشير إليه بالضمائر he في حالة المفرد المذكر وshe في حالة المفرد المؤنث وit في حالة المفرد الغير عاقل. أمثلة على ذلك: He usually wakes up at 8 a.m. هو عادة ما يستيقظ في 8 صباحا. She puts on a lovely dress. هي ترتدي فستانا رائعا. It rains heavily. إنها تمطر بغزارة. ونستخدم they للدلالة على الجمع. They play piano. إنهم يعزفون على آلة البيانو. وكل الضمائر السابقة أي I, you, he, she, it, we, they تسمى بضمائر الفعل أو subject pronouns. وهناك ضمائر المفعول وسنوضحها من خلال الجدول التالي. Subject pronouns, object pronouns. I, me. He, him. She, her. It, it. You, you. We, us. They, them. دعنا نأخذ أمثلة على ذلك. Nicole told me that she will not be able to come to work today. لقد أخبرتني نيكول أنها لن تستطيع أن تأتي اليوم إلى العمل. Adam has applied for a job. The manager will interview him tomorrow. لقد قدم آدم طلبا للالتحاق بوظيفة وسوف يقابله المدير غدا. Meg speaks three languages, so one of the major oil companies offered her a great position. تتحدث ميغ ثلاثة لغات ولذا عرضت عليها واحدة من الشركات الكبرى في مجال البترول منصبا كبيرا. The children came home late. Their parents punished them. أتى الأطفال إلى المنزل متأخرين وقد عاقبهم والديهم. والآن نتحدث عن ضمائر الملكية أو possessive pronouns وسوف نوضح هذه الضمائر من خلال الجدول التالي. Personal pronouns, possessive pronouns. I, mine. He, his. She, hers. It, its. You, yours. We, ours. They, theirs. والآن نأخذ أمثلة على كيفية استخدام هذه الضمائر. That car is mine. هذه السيارة ملك لي. That dog is his. هذا الكلب ملك له. That computer is hers. هذا الحاسب ملك لها. These books are yours. هذه الكتب ملك لكم. These shirts are ours. هذه القمصان ملك لنا. These hats are theirs. هذه القبعات ملك لهم. لاحظنا هنا أننا لم نعطي أي مثال لضمير الملكية its لأنه نادر الاستخدام.